كيف أزيد من عدد المشتركين؟ كيف ترتفع نسبة المشاهدة؟ كيف يمكنني تحقيق شرط 1000 أبوني؟ أسئلة تجدون الإجابة عليها في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وعيدكم مبارك سعيد. لعلكم تتساءلون كيف تزيدون من عدد المشتركين في وقت قياسي وتحققون بذلك شرط 1000 أبوني الذي فرضته اليوتيوب. ولا شك أنكم سمعتم أحدهم أو شاهدتم فيديوهات تقول لكم قم بتنزيل هذا التطبيق أو قم بعمل كذا وكذا وما إلى ذلك من الأمور، وستحققون هدفكم في يوم أو يومين، وهذا الأمر يجعلكم بطبيعة الحال في لفة شديدة لاتباع كل ذلك بحذافيره، لعلكم تجدون تلك الخدعة المثالية أو الوصفة السحرية لبلوغ هدفكم وزيادة متابعيكم وبالتالي تطوير قنواتكم. ولكن فعلى العكس من كل هذا أخي وأختي، يجب أن نعلم أن كل قناة تطور من محتواها ومن متابعيها ومن نسب المشاهدة بطريقتها الخاصة. وهذا يعني إخواني أخواتي، وكنصيحة لكم، أنه ولبلوغ هذا المبتغى وهذا ما اتبعته أنا لتحقيق 1000 مشترك، أنه يجب عليكم أن تتبعوا الخطوات التالية. أول خطوة إخواني هي البحث عن شيء أو موضوع يبحث عنه الجميع، بمعنى أنه عليك أخي وأختي أن تبحثوا، وذلك حسب التخصص والمجال الذي تعمل على تقديمه في قناتك، كمثلا الطبخ أو الدراسة أو أي شيء آخر، تبحثون عن ما هو مطلوب في ذلك الوقت. وهنا يمكنكم الاستعانة بالقنوات العالمية المعروفة وتقديم المحتوى بطريقتكم الخاصة. أي أنه إخواني، مثلا هناك قناة تختص في الطبخ، أننا نبحث عن آخر ما يطلب في الطبخ لهذه المدة ونقدم محتوى يليق بالمناسبة. بعد خطوة الموضوع الطاغي نأتي إلى الخطوة الثانية وهي الجودة. ونقصد هنا إخواني أخواتي بالجودة هي الكيفية التي نقدم بها محتوى الفيديو. هنا كذلك يمكننا الاستعانة بأشخاص في الميدان وقنوات متخصصة في نفس المجال الذي نتخصص فيه قناتنا، ونأخذ فكرة على الطريقة التي تم تقديم الفيديو بها، ونعمل على تطوير تلك الطريقة بطريقتنا الخاصة. بمعنى نأخذ الموضوع ونشوف في قنوات أخرى كيفاش تطرقات لهذا الموضوع، نأخذ واحد الفكرة، ومن ثم نقوم نحن بتقديم هذا الموضوع بطريقتنا وبشكل يليق بقناتنا، ويزيد من لهفة المتتبعين إلى الاشتراك ومشاهدة الفيديو الذي قدمناه على طريقتنا. بعد خطوة إيجاد موضوع طاغي للساعة وتحسين تقديمه، فلا بد لنا من الخطوة الثالثة، وهي من أهم الخطوات كذلك، وهي خطوة اختيار العنوان والوصف اللائق بهذا الفيديو. وهذه الخطوة تعتبر من أهم الخطوات، لأن الكلمات والدلالات إذا كانت جذابة، وكذلك الوصف الذي يقدم في أسفل الفيديو، كل هذا من شأنه أن يجذب انتباه المتتبعين والمتصفحين على اليوتيوب. بالإضافة إلى العنوان والوصف، لا بد من اختيار الصورة المصغرة للفيديو، كل هذا يساعد إلى لفت انتباه المتصفحين للفيديو. فإذا طبقت أخي أختي هذه الخطوات وهذه النقط، فكن على يقين أنك سوف تلاحظ ارتفاع نسبة المشاهدة وارتفاع عدد المشتركين، وكذلك ارتفاع الإقبال على قناتك بشكل ملحوظ. يعني يجب الالتزام بهذه الخطوات 3 بشكل
مستمر والمداومة عليه، وبإذن الله فإننا سنصل إلى هدفنا. وطبعا هذا ليس في ظرف يوم أو يومين، بل يجب عليك أخي وأختي الصبر والاشتغال بجد واجتهاد ومحاولة التطوير من قناتك ومن محتواها كلما استطعت. أتمنى إخواني أخواتي أن يكون هذا الفيديو قد أعطاكم فكرة واضحة على كيفية التطوير من قناتكم وكذلك من محتواها. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ومتابعتنا بتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو، وإلى فيديو مقبل بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.